معاكم انا سماوك وعرفني لكم في موضوع النهارده نتكلم ازاي تغير دي ان اس الخاص بجهازك. موضوع بسيط جدا، نفتح ستارت، نخش على كنترول بانل، بعد كده نخش على نتورك اند انترنت، بعد كده نخش على نتورك اند شيرك سنتر، بعد كده نضغط على حاجه اسمها تشينج ادابتر سيتنج. هيظهر قدامنا هنا الكونكت او الكونكشن الموجود على الجهاز او المتاح على الجهاز. فانا دلوقتي عامل كونكت على لوكال اير كونكشن، دوت اللي ظاهر اللي هو فعلا شغال اللي هو عن طريق بورد باند. طبعا لو انت عامل كونكشن بالواي فاي بيبقى بردك محتاج ان انت تغير بردك الدي ان اس للواي فاي عن طريق نفس الطريقه اللي هعملها دلوقتي. فدلوقتي بعد ما تحدد اللوكال اير اللي انت عاملها كونكت طبعا تكون متفعله بالمنظر ده كده. فنعمل كليك يمين عليها، نختار بروبرتيز، ننزل تحت عندنا حاجه اسمها انترنت بروتوكول فيرجن 4. بعد كده بقى عندك النافذه بالمنظر ده كده اللي احنا محتاجين دلوقتي. نضغط على يوز ذا فولوينج دي ان اس سيرفر ادرس، هنا نكتب الدي ان اس اللي احنا عاوزين نستخدمه. طبعا ده يكون متاح عندك او انت بالفعل عارفه، فانت مطلوب منك بس تكتبه هنا. لو انت حابب تعمل الدي ان اس الخاص بيك بتاع جوجل او الدي ان اس الافتراضي الخاص بجوجل، فيبقى 8888 نزل تحت 8844 دوت الدي ان اس الخاص بجوجل. بعد ما تتاكد انك كتبت رقم الدي ان اس صح تضغط اوكي. اوكي تقفل النافذه دي مش محتاجينها دلوقتي. تقدر تستخدم الانترنت بشكل مباشر، ولو انت حابب تعمل ريستارت للجهاز تعمل ريستارت للراوتر. كان معاكم انا نصار، موقع عرفني.com.